مرحبا، معكم عمر بحرة في حديث الكاميرا. حديث الكاميرا اليوم عن جهاز DJI Raven Eye Image Transmission System أو نظام عين الغراب لإرسال الصور. هذا الجهاز مصمم للتحكم عن بعد ومن مسافة 200 متر من خلال الهاتف الذكي سمارت فون في الكاميرا لوحدها أو في الكاميرا مع جهاز DJI RS و RSC و RS2 و RSC2. يعني ممكن نتحكم من خلال هذا الجهاز من الهاتف المتحرك بحركة جهاز مانع الاهتزاز أثناء تصوير الفيديو، وبنفس الوقت التحكم بإعدادات الكاميرا والتقاط الصور والفيديو. من المميزات اللطيفة في الجهاز أنه ممكن التقاط الصور والفيديو على الكاميرا من خلال الهاتف المتحرك، وبنفس الوقت تسجيل نسخة من الصور والفيديو على الهاتف المتحرك. ممكن تسجيل فيديو بدقة كثافة نقطية 1080 بي على الهاتف المتحرك بحدود 30 إطار في الثانية. يمكن لهذا الجهاز التحكم بحركة مانع الاهتزاز وبإعدادات الكاميرا من مسافة تصل إلى 200 متر. 200 متر مسافة جيدة جدا للتحكم بالجهاز، وهالشي كتير مناسب أثناء تصوير الحياة البرية أو أثناء التصوير في المسرح أو أثناء التصوير الرياضي، أثناء مختلف أنواع التصوير. كتير جميل جدا أن يكون التحكم بالجهاز من بعد من مسافة 200 متر. هذا الجهاز مزود ببطارية 2790 ميلي أمبير، مدة عمل البطارية 3 ساعات ونصف، وهي تقريبا نفس مدة عمل جهاز الجيمبل أو مانع الاهتزاز أثناء تصوير الفيديو. مدة شحن البطارية 2.5 ساعات. للأسف الجهاز ما بيجي معه شاحن، ولكن ممكن شحن الجهاز من خلال أي وصلة USB-C، سواء بوصلة إلى جهاز كمبيوتر من USB أو على شاحن الهاتف العادي 5 فولت 2 أمبير لمدة 2.5 ساعات. الجهاز مزود بنوعين من التردد للاتصال بالكاميرا والهاتف. التردد الأول 2.4 جيجا هيرتز، وهو الذي يصل لمسافة بعيدة. التردد الثاني 5.7 جيجا هيرتز، وهو مصمم للعمل ضمن المسافات قصيرة ولكن سرعته أعلى. درجة حرارة عمل الجهاز بين 0 و 45 درجة مئوية، وبرأيي إنه هاي الدرجة غير كافية لعمل الجهاز، لأنه ممكن يكون في درجات حرارة مرتفعة أكثر ودرجات حرارة باردة أكثر من 0 أو أكثر من 45. كيف ممكن نركب جهاز Image Transmission System على جهاز الجيمبل أو جهاز مانع الاهتزاز؟ الخطوة الأولى بدي لاحظ هون أنه عندي هون 3 مداخل USB-C. عندي هون في الجهاز مدخل USB-C، وعندي بهالجهة هون مدخلين، مدخل HDMI ومدخل USB-C. بهذا الطرف عندي هون كلمة السر للجهاز، عندي ضغطة على المفتاح التشغيل تعطيني حالة البطارية، ضغطة طويلة بتشغل الجهاز. نركب الجهاز في أسفل جهاز الجيمبل هون في قناة خاصة ليدخل فيها الجهاز. طبعا بما أنه مدخل HDMI لكاميرتي من هون، فلازم يكون اتجاه الـ HDMI بهي الجهة. بركب الجهاز هون، بسحبه، ركب الجهاز في مكانه. هلأ عندي توصيل جهاز. مع الجهاز بيجي مجموعة من
الأسلاك، بدي اختار الأسلاك المناسبة لتركب على جهاز. أول سلك هو سلك HDMI، مخرج HDMI ومدخل HDMI. لازم يكون السلك متوافق مع كاميرتي ومع الجهاز. من ضمن الأسلاك في مجموعة من الأسلاك تتناسب معظم الكاميرات المتوافقة مع الجهاز. الخطوة الأولى بركب السلك في مدخل HDMI في الكاميرا ومدخل ومنفذ HDMI في الجهاز. هون العملية الثانية عندي، في عندي سلك منحني من هون ومستقيم من الجهة الثانية اللي هو USB-C لوصل جهاز بالجيمبل او بمانع الاهتزاز. هون اخر مكان اللي هو عليه اشارة الواي فاي واليو اس بي بوصل جهاز الكابل هون او السلك. السلك الاخير في عندي هون اشارة بتشبه اشارة الكاميرا باليو اس بي، محطوط عليها ار اس اس اللي هو التحكم من الكاميرا. هون مده من تحت لها العدسة بوصله لمكان اليو اس بي سي، وبهالطريقة بيكون انوصل الجهاز بشكل كامل. وصل الأسلاك بشكل خاطئ ما بيؤدي لعملية كتير مشكلة، لكن ما بيشتغل الجهاز بشكل فعال، لأنه أنا مفروض أخذ إشارة من الكاميرا إلى الجهاز ومن الجهاز للجيمبل ومن الجيمبل للجهاز، يعني يكون في ترابط في العملية في بالاتجاهين بيناتهم، بحيث اتحكم بالكاميرا من الجيمبل وتحكم بالجيمبل من خلال جهاز عن طريق هاتف نقال. الخطوة الأخيرة بدي أوصل الميكروفون. أنا أفضل يكون سلك الميكروفون من هذا النوع، ما بفضل يكون سلك عادي. في الكاميرا بوصله في الكاميرا هون مكان مدخل الميكروفون. نضطر لو بدي صور عن بعد لازم يكون عندي ميكروفون لافالير لاسلكي الى الميكروفون هون. مدخل ميكروفون، وين مدخل الميكروفون؟ هلا صار عندي الوصل تام والسلك مرن، صار تحرك الكاميرا في كل اتجاهات وسلك الميكروفون معه مرونة في الحركة، حتى لو صورت بورتري أو صورت بالاتجاه الخلفي. بعد تركيب جهاز ريفن آي على مانع الاهتزاز وتوصيل الأسلاك، من الضروري جدا إعادة معايرة وموازنة الكاميرا على الجهاز بسبب اختلاف الوزن. وبعد المعايرة بيصير وقت تشغيل جهاز ووصل جهاز مع الهاتف المتحرك. التطبيق الخاص بتشغيل الجهاز هو ذاته التطبيق الخاص بتشغيل مانع الاهتزاز، يعني جهاز الريفن آيز بيشتغل على نفس تطبيق الدي جي اي رونين الخاص بجهاز مانع الاهتزاز. لاختصار الوقت والشخص اللي ما بيعرف كيفية تحميل البرنامج بيمكنه رجوع للرابط في الأعلى ويشوف الفيديو يلي فيه تحميل البرنامج وتشغيل البرنامج ووصله مع جهاز مانع الاهتزاز. لكن هلا بيصير عنا نفس البرنامج بدنا نعمل له عملية اتصال مع جهاز ريفن آي. كيف بدنا نعمل عملية الاتصال بجهاز ريفن آي؟ أول عملية شغل الكاميرا، ثاني عملية شغل جهاز ريفن آي من الضغط على المفتاح لمدة 3 ثواني. بعد 3 ثواني بيطلع عندي لمبة الإضاءة باللون الأحمر. باللون الأحمر يعني جهاز شغال لكنه غير
متصل. فك الأقفال الخاصة بمانع الاهتزاز. بعد فك الأقفال شغل جهاز مانع الاهتزاز لتصوير الفيديو أثناء تصوير الفيديو. بعد التشغيل لازم نروح على الهاتف المتحرك وروح على سيتينج، ومن خلال الواي فاي بدي ابحث على دي جي اي ريفن اي. ببحث على دي جي اي ريفن اي بتطلع عندي. انا متصل سابقا في الجهاز، لكن اذا كنت انت حديث الاتصال بيطلب منك كلمة السر. كلمة السر موجودة على جهاز في منطقة هون ممكن تغييرها. وعلى كل حال بعد ما بتحط كلمة السر بيتم الاتصال. بعد ما بيتم الاتصال بروح بشغل البرنامج او التطبيق دي جي اي. شغل التطبيق دي جي اي، اتصل بالريفن اي. مع العلم انه احيانا كثير بيطلب مني انه وقف البلوتوث، ما بعرف هالمرة ليش ما طلب مني ايقاف البلوتوث. لنشوف هل البلوتوث واقف او غير واقف. ليه بيطلب مني ايقاف البلوتوث؟ السبب انه جهاز مانع الاهتزاز بيتصل بالتطبيق من خلال بلوتوث، بينما جهاز الريفن اي او ايمج ترانسميشن بيتصل بالتطبيق ذاته من خلال الواي فاي. هون بيصير تعارض بين اثنين، لانه انا مفترض اتحكم في مانع الاهتزاز من خلال الريفن اي. بفتح التطبيق، بتصل بالكاميرا. خلينا نشوف شو هي محتويات الشاشة اللي ظاهرة أمامي، اللي هي نفس شاشة الكاميرا. عندي في البداية هون درجة حساسية الكاميرا، تحكم بدرجة حساسية الكاميرا. عندي اللي بعدها تحكم بسرعة غالق الكاميرا. طبعا بما أن الكاميرا محطوطة على البروجرام فالتحكم موقف، يكون التحكم ما بتكون كاميرا في وضعية التعريض الضوئي اليدوي او افضلية فتحة او سرعة. وهون عندي فتحة تحكم بفتحة العدسة. هون في الاسفل عندي اول ايقونة اللي هي الزبرة، هاي اللي هي بتظهر لي المناطق مرتفعة التعريض الضوئي اللي ما فيها ضايعة فيها نسبة كبيرة من التفاصيل بسبب ارتفاع التعريض الضوئي فيها، بتظهر لها على شكل خطوط بنسميها زبرة. مصوري الفيديو السابق بيعرفوها. الأيقونة اللي بعدها بتظهر لي المناطق المرتفعة التعريض الضوئي والمنخفضة التعريض الضوئي، over exposure under exposure. باللون الأحمر مرتفعة التعريض الضوئي، باللون الأزرق منخفضة التعريض الضوئي. في عندي باللون الأحمر تحتاج لتفاصيل، في اللون الأسود تحتاج لتفاصيل. فأنا ممكن أعدل التعريض، قيمة التعريض الضوئي حسب ما بيناسبني، لأظهر تفاصيل في اللون الأسود أو في اللون الأبيض أو في الظلال. يعني اللي عندي هون الفوكس بيكينج. الفوكس بيكينج هي أداة مساعدة لإبراز المناطق اللي محطوط عليها ضبط البؤري. هون عندي الفوكس بيكينج بيطلع خطوط حمراء على المناطق المضبوطة عليها ضبط البؤري. لاحظ كيف الخطوط الحمراء بتروح حسب المناطق اللي فيها. هلا تم الضبط البؤري على الستائر والمكتبة اللي هون، فطلع عليها خطوط حمراء. اللي بعدها اللوت اللي هي نوع من التأثير اللي بيطلع على الفيديو. كمان ما بعتقد انه بيطلع على الفيديو على الكاميرا، انما بيطلع على الفيديو المسجل على الهاتف. وهذا التأثيرات ممكن نحمل تأثيرات له كتير. الأخيرة هي طريقة العرض، أخضر أسود أزرق أسود وأبيض. بعد هاي الأيقونة عندي الأيقونة اللي أعلى هون. هاي الأيقونة هي للتحكم بالجيمبل أو جهاز مانع الاهتزاز. بعد ما توقف التطبيق صار هلأ أنا بتحكم من هذا الـ
ريفن آي بالجيمبل اللي هي نفس التحكمات اللي كنت اتحكم فيها في التطبيق سابقا. عندي اول واحدة انيبل فورس موبايل اللي هي ممكن اتحكم بالكاميرا من خلال حركة الهاتف، يعني كيف طبعا بسهولة بتحكم بالكاميرا من خلال حركة الهاتف. اللي بعد عندي الفيرتشوال جويستيك. الفيرتشوال جويستيك اللي هي جويستيك الافتراضي، لما بفعلها ممكن اتحكم انا كمان في حركة الكاميرا من خلال جويستيك المفترض في عندي هون، اتحكم في حركة الكاميرا. الفوكس كنترول في حال وجود جهاز مساعد لضبط البؤري او الفوكس، هون ما عندي جهاز. عندي الاكتيف تراك برو هي اختيار انه انا بدي اصور بورتري ولا بدي الشكل، كيف هي ما لها علاقه بالتصوير، لها علاقه في المتابعه، متابعه هل تتابع شكل شخص او تتابع للبورتري. واعتقد يعني مو كتير فعاله في 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 موضوع لازم نحكي في تقييم الجهاز فيما بعد. عندي الايقونه اللي فوق اللي هي اعاده الجهاز الى المرحله الاساسيه. على اليسار عندي الصور والفيديو اللي التقطتهم في الكاميرا ومسجلين على الهاتف، ممكن استعرضهم وشوف الصور والفيديو اللي التقطتهم. رجعي تمام. فوق مفتاح التصوير، من هون ممكن التقط صور. اللي فوقها مفتاح هل هو التقط صور او فيديو، ممكن تغير الى كاميرا او فيديو، لكن طبعا طالما الكاميرا محطوطة على الفيديو لازم يكون تلتقط فيديو. هنا هذا الضبط بيكون للموضوع الموجود على الهاتف، للتسجيل على الهاتف وليس على الكاميرا. اللي فوقها هي عملية مساعدة في تشكيل وضبط الجهاز. الجايد فريم اللي هي بتساعدني على تقطير الصورة ضمن النسب الجمالية والنسبة الذهبية، مثل نسبة ثيرد رول، نسبة ثلاث أثلاث بيسموها بالعربي أو ثيرد رول، بتقسم الشاشة إلى ثلاث أجزاء إلى تقاطعات بحيث إنه أضبط الموضوع عليها. أو عندي اللي بعدها نسبة 6-4 بتقسم الشاشة إلى 6-4، أو عندي الجولدن ريشيو اللي هي بتقسم الشاشة حسب حلزون فيبوناتشي، الحلزون الشهير والنسبة الذهبية. عندي الاسبكت ميكر اللي هي نسبة الصورة طول لعرض الصورة. في عندي عدة نسب لكن بعتقد انه هالنسب ما بتسجل على الكاميرا انما بتسجل على الهاتف، يعني وقت بحطها لكن الكاميرا بتسجل بالنسبة اللي انا مختارة في الكاميرا. اللي عندي مثل عندي الفوكس بيكون تريش هول اللي شفناها بشوي في عملية الفوكس، هون ممكن نرفع درجة حساسية أو خفض نسبة حساسية الفوكس بيكينج تريش هول. عندي السهم هون للخروج من البرنامج والعودة إلى التطبيق الخاص بمانع الاهتزاز. تجربة المتابعة مع جهاز DJI Raven Eye وجهاز مانع الاهتزاز DJI RSC2. لمتابعة الموضوع من المفترض يكون الموضوع موجود في منتصف المشهد، ومن خلال الجهاز الهاتف المتحرك اللي طالع عليه صورة المشهد بختار الموضوع اللازم تابعه، بيطلع عليه إطار باللون الأخضر. هلأ بتحرك أنا، بنشوف كيف الكاميرا عم بتتابع حركتي وكيف عم بتحرك الموضوع.
طبعا اثناء هذا الموضوع بحب ذكر انه العدسة الافضل لمتابعة الموضوع هي عدسة بطول بؤري 24 ملم حسب توصيات الدليل، لكن هون عندي عدسة 18 ملم وهي عدسة جيدة جدا في المتابعة وعم بتابع حركتي وين ما بروح. بدي انتبه لما وضوع سرعة الاكتيف تراك او سرعة المتابعة. سرعة المتابعة كتير مهمة، في حال زدت سرعة المتابعة بشكل كبير خصوصا في أثناء تصوير الغرفة بيصير المتابعة شوي فيها حركة جنونية عم تروح يمين يسار، لكن خلي السرعة ضمن 9-12 متابعة جيدة. صار هلا كانوا في مصور خلف الكاميرا عم بيساعدني على التصوير. احيانا جهاز بيضوع، لاحظ كيف هلا انا رحت ضوع الجهاز. هذا من عيوب الجهاز انه لسه بيعمل، احيانا بيضوع في حال كانت الحركه سريعه او ما بعرف شو السبب اللي احيانا بيضوع الهدف. احيانا بسرعه بيلحق الحركه بسرعه، واحيانا ما بتلاقيه غير ضاع عن الموضوع. نلاحظ السرعه جيده، السرعه متابعة ما ضوع لكن ما تابعني بسرعة. نرفع سرعة المتابعة شوف، في حال رفع سرعة المتابعة زادت تابعني بسرعة أكبر. ضاع، لاحظ كيف ضاع. الحقيقة المتابعة مو دائما عم بتكون دقيقة وتامة في أثناء تصوير الفيديو، أحيانا بيهرب الموضوع من المتابعة وهذا شيء مو كتير جيد، وخاصة في أثناء تصوير الحياة البرية. يعني مو ممكن أنا عم صور موضوع سريع وفجأة تطلع المتابعة وارجع دور على الهدف وارجع لاحقه مرة تانية. هالثواني الفاصلة كتير غالية أثناء التصوير، لذلك من المفترض الشركة تطور الفيرموير في الإصدار القادم أو الأبديت القادم، ومن المفترض أنه يكون في عندي إمكانية تصوير أكثر من 30 فريم بير سكند ومشاهدتها على الهاتف. في حال أعجبكم الفيديو بتمنى من المشاهدين وضع إشارة الإعجاب والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو، وهالشي كتير مهم بالنسبة لي، بيعطيني دفعة قوية للاستمرار في إنتاج الفيديوهات، وكمان هالشي ما بيكلفكم كتير أكثر من ضغطها على الماوس. ممكن كمان تشوفوا الفيديوهات اللي حتطلع حاليا على الشاشة، وأنه بعتقد فيها أحياناً مواضيع مهمة. كنتم مع عمر بحرة في حديث الكاميرا.